أنا أبي القوائم، أنا أبي أصل إلى مرحلة التوافق البرلماني. قوائم نسبية يعني؟ قوائم نسبية طبعا، وغريبا هي خالص بس ناطر الوقت المناسب عشان نقدمها، لأن هذا راح تنظم لك العمل السياسي. ما راح أروح تصوت حق فلان، راح تروح تصوت إلى الرؤية، مو الرؤية حزتها راح يصير عندنا برنامج انتخابي. القوائم هي اللي راح تكون الحل اللي خلينا نقول توحيد النواب أو وضع فرق كبيرة ممكن تنجز أكثر. طبعا هذا واحد. اثنين، أنا قلت لك كلمة توه، أنا بأصل إلى التوافق البرلماني. شنو التوافق البرلماني؟ أن من المجموعة أو القائمة، طبعا القائمة كانت دوائر وتصل أكثر من قائمة، هم اللي يشكلون الحكومة. أوكي، تبي حكومة شعبية أنت؟ ما قاعد أتكلم عن حكومة شعبية، أنا أحب التدريج بكل شيء. تظل رئاسة مجلس الوزراء. معنى يقولون كانت تجربة غير ناجحة، يعني في مجلس 92 لما تم تعيينه كست وزراء كانت تجربة غير ناجحة، البعض ينتقدها كان. زين، وإلى الآن طريقة الحكومة الموجودة غير ناجحة، شو الحل؟ إحنا نبي نطور. لكن اليوم عندنا خطوة إلى الأمام ممكن ناخذها. ليش رئاسة مجلس الوزراء صار العرف أنها تظل في درية الحكم، درية مبارك؟ عرف هذا مو قلت لك عرف. ليش يصير العرف كذا؟ ممكن نحط من الأسرة الناس القادرة ويكون هذا أعلى سقف الطموح. هذا اختيار سمو الأمير طبعا، طبعا وهو حق أصيل لصاحب السمو. أوكي، وفق المرحلة أو الحالية ها. لكن احنا نتكلم إلى أيضا مرحلة من التطوير. فصل ولاية العهد عن مجلس الوزراء كانت تطوير، وفضل من الله مشينا في الموضوع الآن يعني أيضا نحتاج إلى التطوير. اليوم هذا المنصب خلق عداوات، خلق طموح للكرسي اللي بعده بعد عمر طويل للجميع.